فقرتنا اليوم إن شاء الله ستكون فقرة جديدة بإذن الله تعالى، وهي يعني ستكون مخصصة للحديث وإعطاء نبذة عن أمهات المعصومين عليهم السلام وقراءة شيء يسير عما جاء عنهن في مصادرنا الحديثية أو التاريخية. وقبل البدء أود أن أشير إلى أنني اعتمدت على كتاب أمهات المعصومين عليهم السلام للمجدد الشيرازي قدس سره الشريف مع شيء من التقديم أو التأخير. وقبل البدء بأولى أمهات المعصومين عليهم السلام وقراءة سيرتها أو شيء من سيرتها، أود أن أشير إلى مقدمة، وهو أن من معتقداتنا نحن الشيعة الإمامية في المعصومين عليهم السلام أنهم لم يتنقلوا إلا من صلب طاهر إلى رحم مطهر، وذلك من أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء صلوات الله عليها حتى قدومهم إلى هذه الدنيا. فنحن في عقيدتنا نحن الشيعة لا يمكن أن يودع المعصوم والعياذ بالله في صلب غير طاهر أو ليس بموحد، أو أنه يبقى في رحم غير مطهر، وهذا ما دلت عليه الروايات الشريفة التي وردت في مصادرنا. ولهذا نحن نميز أنفسنا عن الطوائف الأخرى كالطائفة البكرية التي تعتقد بهذه الاعتقادات الباطلة. فما جاء في علل الشرائع في الجزء الأول الصفحة 208 عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الله عز وجل خلقني وعليا وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق الدنيا بسبعة آلاف عام. قلت: فأين كنتم يا رسول الله؟ قال: قدام العرش نسبح الله تعالى ونحمده ونقدسه ونمجده. قلت: على أي مثال؟ قال: أشباح نور، حتى إذا أراد الله عز وجل أن يخلق صورنا صيرنا عمود نور، ثم قذفنا في صلب آدم، ثم أخرجنا إلى أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، ولا يصيبنا نجس الشرك ولا سفاح الكفر، يسعد بنا قوم ويشقى بنا آخرون. فلما صيرنا إلى صلب عبد المطلب أخرج ذلك النور فشقه نصفين، فجعل نصفه في عبد الله ونصفه في أبي طالب، ثم أخرج النصف الذي لي إلى آمنة والنصف إلى فاطمة بنت أسد، فأخرجتني آمنة وأخرجت فاطمة عليا، ثم أعاد عز وجل العمود إلي فخرجت مني فاطمة، ثم أعاد عز وجل العمود إلى علي فخرج منه الحسن والحسين، يعني من النصفين جميعا، فما كان من نور علي فصار في ولد الحسن، وما كان من نوري صار في ولد الحسين، فهو ينتقل في الأئمة من ولده إلى يوم القيامة. وفي إرشاد القلوب في الجزء الثاني الصفحة 415 قال صلى الله عليه وآله: خلقني الله تبارك وتعالى وأهل بيتي من نور واحد قبل أن يخلق آدم عليه السلام بسبعة آلاف عام، ثم نقلنا إلى صلب آدم عليه السلام، ثم نقلنا من صلبه إلى أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات. فإذا هذه الروايات الشريفة تثبت لنا أن المعصومين صلوات الله عليهم قد انتقلوا من الأصلاب المطهرة أو الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام المطهرة، لا كما يعتقد به البكرية أو من لف لفهم.
نبدأ بأولى أمهات المعصومين وهي السيدة الجليلة آمنة بنت وهب والدة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. هي السيدة آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وأمها هي برة بنت عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وأما زوجها فهو السيد عبد الله بن عبد المطلب عليهما السلام. في رواية تشير إلى أن هنالك حادثة حدثت إلى سيدنا عبد الله بن عبد المطلب، فهذه من هذه الحادثة وهب والد السيدة آمنة عليهما السلام ذهب وخطب عبد الله إلى ابنته آمنة. في الرواية التي ينقلها القطب الراوندي في الخرائج والجرائح في الجزء الأول الصفحة 129 قيل أن عبد الله لما ترعرع واشتد ساعده ركب يوما ليصيد، وقد نزل بالبطحاء قوم من اليهود كانوا قد قدموا لقتل والد النبي صلى الله عليه وآله وإطفاء نور الله المودع في صلبه، فنظروا إليه فرأوا سمات أنبياء أو سمات الأنبياء عليهم السلام فيه، فقصدوه وكانوا 80 نفرا حاملين السيوف، وكان والد السيدة آمنة في نفس المنطقة يصيد، وقد رأى اليهود قد احتوشوا عبد الله ليقتلوه، فأراد أن يدفعهم عنه، وإذا بجمع من الملائكة معهم الأسلحة قد طردوهم عنه، فتعجب من ذلك وجاء إلى عبد المطلب وقال: زوج بنتي آمنة من عبد الله. فكان هذا الزواج بقصة مفصلة يمكنكم الرجوع إليها من كتاب أمهات المعصومين للسيد المجدد الشيرازي عليه الرحمة. ومن الأمور التي ربما البعض لا يعرفها أو لم يستمع إليها من قبل أن السيدة آمنة عليها السلام قد تعرضت إلى محاولة اغتيال. محاولة اغتيال من؟ من زرقاء اليمامة المعروفة لعنة الله عليها. فتقول الرواية: بعد أن قدمت زرقاء اليمامة من الشام إلى مكة المكرمة واطلعت على النور العظيم الذي يحمله والد النبي صلى الله عليه وآله وكيف أنه انتقل إلى السيدة آمنة عمدت إلى تدبير مخطط تتخلص من خلاله من آمنة وتطفأ النور الإلهي المودع في أحشائها. وبالفعل اتخذت تلك المرأة تفكر كيف أن تتخلص من السيدة آمنة وكيف تحيك الحيلة للخلاص من هذه السيدة الجليلة. تقول الرواية أن انتهت إلى فكرة وهي أن زرقاء اليمامة انتهت إلى فكرة وهي أن تجهز من الماشطات حتى يقتلنها، فعثرت على امرأة من الخزرج اسمها تكنة، وكانت ماشطة للسيدة آمنة، ماشطة أي التي تمشط شعرها. فلما كان في بعض الليالي استيقظت تكنة فرأت عند رأس الزرقاء شخصا يحدثها ويقول، إذا تكنة استيقظت فرأت عند رأس الزرقاء زرقاء اليمامة شخصا يحدثها ويقول: ويلك يا زرقاء، لقد نزل بنا أمر عظيم، كنا نصعد إلى السماء السابعة ونسترق السمع، وفي هذه الأيام الأخيرة طردنا من السماء وسمعنا مناديا ينادي في السماوات أن الله قد أراد أن يظهر المكسر للأصنام ومظهر عبادة الرحمن، فامتنعوا جملة من الشياطين من السماء ورمتنا الملائكة بشهب من نار، وقد جئتك لأحذرك.
فلما سمعت زرقاء كلامه قالت له انصرف عني، فلا بد أن أجتهد في قتل هذا المولود. ثم إنه فارقها وتكنا تسمع ما جرى بينهما، فأتت إلى الزرقاء وقالت لها ما لي أراك مغمومة. قالت لها يا ويلك، إن همي وحزني من حامل مولود يدعو إلى تكسير الأصنام ويذل السحرة والكهان، فلو وجدت من يساعدني على قتل آمنة بذلت له الجزيل من الأموال والهدايا، وعمدت إلى كيس كان معه إلى كيس كان معها، فأفرغته بين يدي تكنا وكان مالا جزيلا. فلما نظرت تكنا إلى المال أغراها وراقها بريقها، وقالت لها يا زرقاء، لقد ذكرت أمرا عظيما، إلا أنني سأفكر لك فيما ذكرت، ولكن كيف أجسر على ما وصفت والوصول إلى ما ذكرت؟ فقالت الزرقاء إذا دخلت عليها وجلست عندها فاقبضي على ذوائبها واضربيها بهذا الخنجر فإنه مسموم. الذوائب هو الضفيرة، ضفيرة الشعر، كانوا النساء سابقا أو إلى الآن يعني يشددن شعرهن وتعمل كذوائب أو تسمى الذوائب. وتكمل الرواية فتقول وإذا وقعت عليك التهمة أو وجبت عليك دية فأنا أقوم بخلاصك وأدفع عنك فما أنت قائلة. قالت تكنا إني أجبتك، لكن أريد منك الحيلة بأن تشغلي بني هاشم عني. فقالت الزرقاء لا عليك، أنا أشغلهم عنك. ثم أن الزرقاء أعطت تكنا الخنجر المسموم وقالت لها قومي إلى حاجتك، فقامت ودخلت على السيدة آمنة عليها السلام فرحبت بها وسألتها عن أحوالها، وقالت يا تكنا لقد انقطعت عنا. فقالت اشتغلت بهمي وحزني، ولولا فضلكم علينا لكنا بأقبح حال، ولا أحد أعز علي منك. هلمي يا بني إلي حتى أزينك. فجاءت السيدة آمنة عليها السلام وجلست بين يديها، فلما فرغت من تسريح شعرها عمدت إلى الخنجر وأرادت أن تضربها به، فحست كأن أحدا قبض على قلبها فغشي على بصرها، فسقط الخنجر من يدها إلى الأرض فصاحت وحزنا. فالتفتت السيدة آمنة عليها السلام إليها وإذا الخنجر قد سقط من يدها، فصاحت السيدة آمنة، فتبادرت النسوان إليها وقلن ما دهاك؟ قالت أما ترين ما جرى علي من تكنة؟ لقد كادت أن تقتلني بهذا الخنجر المسموم. فقلنا يا تكنة ما أصابك؟ ويلك، تريدين أن تقتلي آمنة؟ فقالت نعم لقد أردت قتلها. فقالت لها النساء يا تكنة ما حملك على ذلك؟ قالت لا تلوموني، حملني طمع الدنيا والغرور. ثم أخبرتهن بالقصة وقالت لهن ويحكن دونكن الزرقاء، اقتلنها قبل أن تفوتكن. هذه الرواية موجودة في بحار الأنوار الجزء 15 الصفحة 322. ننتقل إلى يعني فقرة أخرى من هذه الفقرة، وهي فضيلة أو من فضائل السيدة آمنة عليها السلام، والتي ذكرها السيد المجدد الشيرازي وعددهن 7 فضائل، اخترنا منها 4. أنها عليها السلام كانت في سلسلة الأرحام المطهرة التي ورد ذكرها في الروايات الشريفة. أنها كانت زوجة لعبد الله والد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذا توفيق خاص لا تناله إلا من كانت لها حظ عظيم. أنها عليها السلام حملت برسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت له وعاء ضمته 9 أشهر. أنها عليها السلام يستحب الطواف عنها لقضاء الحوائج. وفي هذه رواية عن الإمام الصادق عليه السلام
عن داود الرقي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ولي على رجل مال قد خفت تواه، فشكوت إليه ذلك، فقال لي: إذا صرت بمكة فطف عن عبد المطلب طوافا وصلي ركعتين عنه، وطف عن أبي وطف عن أبي طالب طوافا وصلي عنه ركعتين، وطف عن عبد الله طوافا وصلي عنه ركعتين، وطف عن آمنة طوافا وصلي عنها ركعتين، وطف عن فاطمة بنت أسد طوافا وصلي عنها ركعتين، ثم ادعو أن يرد عليك مالك. قال: ففعلت ذلك ثم خرجت من باب الصفا وإذا غريمي واقف يقول: يا داود حبستني، تعال اقبض مالك. الرواية مذكورة في الكافي الشريف الجزء الرابع الصفحة 544 باب النوادر الحديث 21. فإذا من لديه حاجة، من لديه مشكلة، فليصلي ركعتين ويهديها إلى السيدة الجليلة آمنة بنت وهب سلام الله عليها، فإنها إن شاء الله تقضى بإذن الله تعالى. السيدة آمنة بنت وهب توفيت، يقال أنها توفيت وعمرها 20 سنة، توفيت قبل الهجرة بـ47 سنة قبل الهجرة، ومكان دفنها في منطقة الأبواء، ومنطقة الأبواء هي قرية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهي المدينة أو القرية التي ولد فيها أيضا الإمام موسى الكاظم عليه السلام كما يقال. وأيضا قبر السيدة الجليلة آمنة بنت وهب هي في منطقة الأبواء. وروي أنه لما كبر رسول الله صلى الله عليه وآله ردته مرضعته السيدة حليمة السعدية عليها السلام إلى أمه، فافتطمته وأخذته إلى أخواله من بني عدي بن النجار بالمدينة، ثم رجعت به حتى بلغا الأبواء، فماتت بها سلام الله عليها. فيتم النبي صلى الله عليه وآله وكان عمره آنذاك 6 سنين، فرجعت به صلى الله عليه وآله أم أيمن إلى مكة المكرمة وكانت تحضنه. فرحمة الله وسلام الله على سيدتنا السيدة آمنة بنت وهب. وبهذا انتهت فقرتنا، وهي الفقرة الجديدة في هذا البرنامج بعنوان أمهات المعصومين. انتهت هذه الفقرة، وإن شاء الله في الأسبوع المقبل نستعرض إليكم شيء من سيرة إحدى أمهات المعصومين صلوات الله عليهم.